أنا بني ما يقدر هيسكله. دينس كوني ماتين. وحاولوا كاريس الإسلام. إلهي يو حالك أتاجنا هاي وأصاب حناي وإن دتك ولا لها ينأح ودينس كان أب حناي وحالك أتاجنا هاي ومسلمين تاء أهل فلسطين إن الله حوصنا إنه إلهه أديك مركاتي بديك مرك ملاك تاعه مركاتي كان غلا ما أنت قيام إلهه مشاهدة أصلاً مركاتي نقر إلهه عز جا يشرف كا جا أود هذا يأود هذا وحنا كا جبر يا إنا إنا دوجر جارتو هير فلسطين اللهم انصر فلسطين آمين اللهم انصر على الشرق آمين وحاربا إنا قاضي هرت أنت أنا كلمة ذي ذكرين أبيات ير دجال كي تواتن كي يو أفترض بوه هاي أو مودع يهود يوم صار إذا مركي تواتسند تواتسند حتى قال كده هاي أو دعاء أو تري الشيخ هنا شيخ عبد الرحمن علي أو إلهي إنه صوب نص قريب دعاء المسلمين طوال أقبالهم إلهي يسور لنا ولا موت إلهي يسور لكل المسلمين إلى هذا إلهي نصر لكل المسلمين خصوصا على شرق في الحدود إلهي انصر لكل المسلمين إلهي انصر لكل المسلمين خصوصا على شرق في الحدود إلهي كن لهم عونا معينا إلهي كن لهم عونا معينا فرادا مع مثنى ولا جلود إلهي أمين أبدا أمين إلهي كن لهم عونا معينا فرادا مع مثنى ولا جنود إلهي أهلك الجيش على يهود إلهي أهلك الجيش على يهود إلهي أهلك الجيش على يهود ودمرهم كعاد في الحدود أمين إلهي أهلك الجيش على يهود إلهي أهلك الجيش على يهود إلهي أهلك الجيش على يهود ودمرهم كإهلاك ثمود ودمرهم كإهلاك ثمود ودمرهم كإهلاك ثمود إلهي أهلك الجيش على يهود ودمرهم كإهلاك ثمود إلهي ادفع مدافعهم وأسقط ديارات المراكب لليهود إلهي أهلك الجيش على يهود وناصرهم إلهي أهلك الجيش على يهود إلهي أهلك الجيش اليهود وناصرهم كإهلاك ثمود يا أوغرغار أمريكا يا أوغرغار الصومال يا بريطانيا يا أمان قال صومال شيخ وهبارو حولي فيري إلهي أهلك الجيش اليهود وناصرهم كإهلاك ثمود وناصرهم كإهلاك ثمود إلهي ادفع مدافعهم وأسقط ديارات مراكب لليهود ودمرهم كعاد في الهواء ودمرهم كعاد في الهواء ودمرهم كعاد في الهواء بريح صرصر هم قوم هود ودمرهم أمنا إلهي ادفع مدافعهم وأسقط ديارات مراكب لليهود ودمرهم كعاد في الهواء بريح صرصر هم قوم هود